السلام عليكم، تحياتي واحتراماتي للإخوان، أتمنى تكونوا بخير وعلى يوم الإخوان. هذا واحد الموضوع، واحد الفيديو إن صح الحق، واحد الفيديو بخصوص واحد الموضوع اللي عنده علاقة بكل ما يتم تداوله الآن من المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة فيما يخص بالتغريد الإسباني. فاللي نعرفوا الاخوات بانه المفهوم ديال التغريد عند الاسبان راه هو المفهوم ديال التغريد عندنا حنا في المغرب، وكاين واحد لا ديفيرونس، واحد الفارق اللي هو بسيط جدا، واللي هو اللي فيه مشكل ديالنا حنا. فالاسبان عندهم ما يسمى بالولاعة وما يسمى بقانون التغريد، وعندنا أمثلة بزاف ديال بعض التغاريد اللي ما كايناش في الكوديكو، واللي عندها مسميات ولاعية كما حنا كنسميو بعض الأغرودات وداكشي باسم المل السيليلي وداكشي، على هاد الشكيلات هما عندهم تسميات تليق بالأغرودات، وهادشي كنهضر على التغريد الأندلسي. فكاينة ولاعة موازية لما يسمى بالكوديكو الاسباني 2014 ولا القوانين اللي سابقه 2014، هذا نتفاهموا عليه. فحنا والاسبان غاديين على نفس النهج، هناك ما هو قانوني في التغريد ولو اننا حنا تابعين للقانون الاسباني، وهناك ما هو كما كتسمى بالفرنسية اكسترا كوديكو، يعني خارج الكوديكو، مسائل العرف ديال الولاعه وداكشي اللي كنتفاهموا عليه حنايا. مثلا واحد الاغروده حنا كنسموها كلاريس، اسبان تقول لي كلاريس ما يفهم والو، ولكن حنا فاهمين. هذا هو الطرح اللي كنحط دابا انايا. فالاسبان لما تنبهوا ان هناك واحد ناقص خطر خصو كما نقولوا التيره خصو يتضرب، واحد ناقص خطر على الولاعه ديالهم. وناقص خطر ماذا يعني؟ يعني ان هناك تدخل يد البشريه في التغاريد ديال الكوبيه ديال كانطون اولمبيو. تما هما تفاعلوا مع هذا الموضوع، هذا الناس اللي عندها دور الرقابه على الهوايه ديال هذه المساله، ما عندناش حنا في المغرب. كنت كنتمنى انه داكشي اللي كاين في الاسبان يكون في المغرب. حنا بيان سيور عندنا لافيش ديالهم، عندنا الكوديكو ديالهم، ولكن ما عندناش الفلسفه ديال التعامل مع هاد الميكانيزمات ديال، وهذا هو اللي ناقصنا. وكنظن بانه الاذن المغربيه، الاذن ديال المولوع المغربي في واحد المستوى اللي كيخول لي ان تسن قوانين وتشريعات في ميدان التغريد، وكنلزم بها. وعندي ما نقولش عندي دلائل، ولكن عندي اطروحات اللي نبين لكم بانه ما داكشي اللي داروا به اللي داروا في الاسبان في التغريد ديالهم ممكن نديرو حنايا في التغريد ديالهم همايا، واضعف من ذلك، يعني اضعاف من ذلك. ماشي هذا ما حنايا تفهموني على الطرح ديالي، انه لا يجب ان نقلل من القيمه ديال الاذن المغربيه وديال المولوع المغربي ديال الخبراء المغاربه في ميدان الكوبيا الليمبيو ديال الموديل الاسباني في هذا المجال. واحد المساله اللي لفتت النظر ديالي في هذا النطاق هذا، هو انه مثلا عندنا التغريد الاندلسي شنو نقصدوا به؟ التغريد الاندلسي هو ما كل ما اللي التغريد ديال مالاغا، ديال ويلبا، ديال كاديس، ديال غرناطة، ديال المدن ديال الجنوب، يعني ديال الاندلس. هاد الناس هادو عندهم واحد العرف، واحد التراكمات، واحد الممارسه، واحد التجربه كبيره في الكانطون اولمبيو اللي ما عندش الناس ديال الشمال. اش كنقصد بالناس ديال الشمال؟ الناس ديال الشمال يعني وفي المقدمه ديالهم اللي واخدين الرياده في هاد المساله هما الناس ديال مدريد. الناس ديال الشمال ديال اسبانيا للعلم الاخوان، الاخوان اللي ديال الله كيبحثوا في هذا الميدان هذا، الناس ديال الشمال واحد الناس اللي جايين
هذا الهواية بواحد الخلفية اللي هي كامبيرو. كامبيرو بمعنى الغناء الخلوي، كامبيرو ديال الصباليو، بما عنده حتى علاقة بكامبيرو ديالنا حنايا بالودانية ديالنا، هذاك نطاق آخر. فالجامعة الإسبانية كما كيسميوها بالصباليو، واخا ما كنبغيش نستعمل كلمة إسبانية باش في الفيديو ديالي، ولكن غادي نضطر أنني نستعملها باش الإخوان ملي ينطق شي كلمة إسبانية يقدروا يمشيو أنهم يبحثوا ويوقفوا على مدى صحة أو خطأ هذا الكلام اللي كنقول. لا فيدراسيون إسبانيولا دي كاسا، يعني الجامعة الإسبانية للقنص اللي عندها واحد لا سيكسيون ديال سيلفستريسمو. سيلفستريسمو هو الولاعة بين قوسين، ما عليناش. فهاد الجامعة هادي ملي حسات كما قلت في أول فيديو بأنه كاين هناك واحد الشنآن، واحد كما نقولوا واحد البسالة ديال الملوع بتدخله في التغريد، قررت أن تدير واحد توحيد ديال القانون التغريد ديال جميع الجمعيات المنضوية تحت لواء هذه الجمعية في إسبانيا كاملة، بما يخص ما كنقولوا إسبانيا كاملة يعني الشمال والجنوب. وبالتالي فتم عرض واحد المشروع ديال واحد القانون ديال التغريد اللي شاركوا فيه ناس من الأندلس، لأنهم كيشكلوا واحد القوة، واحد حيت هما لوريجين ديال الكوبي والليمبيو راه هو الأندلس، وخاصة جبل طارق، وراه كدرت واحد التدوينة كدوي على الأصل ديال الكوبي وقتاش بدا، يعني الناس ديال جبل طارق ديال كاديس هما اللي بداو هادشي ديال اللي كنديرو حنايا. فحاولوا يوحدوا هاد الجمعيات وهاد العصاب وهاد الجامعات وهاد الكيانات كاملة على واحد القانون التغريد كامل باش نفضيو هاد المشاكل هادي. وهاد المسألة هادي حنا ما تنبهناش لها، لأن عشنا هاد المرحلة هادي في الولاعة ديالنا مع واحد الريتم معين ديال التغريد، لا سبيل لذكره، أنه بنادم بدا شوية كيما استعملت هاد الكلمة هادي بدا كيبسل لينا في الولاعة، بدا كيشد وكيدير شرع يديه في الولاعة في التغارير، يقطع ويقسم ينفخ ويفش وكيما نقولوا واحد المفهوم ديال الدارجي ديال الهواية في الطربي، لأنه كيبدا يسيري واحد الأخرودة، ما عليناش بزاف ديال المفاهيم. هاد المسألة ما درناش حنا، علاش ما فهمتش علاش، لأن هذا هو الدور ديال الجمعيات ديال الجامعات ديال الكيانات ديال الخبراء ديالنا في التغريد بين قوسين. ما عرفتش أنا واش عندنا الناس اللي كيديروا دور الرقابة على التغريد، راه خص تكون واحد رقابة على التغريد ديال الطائر الحسو. واش هاد المسألة واردة عندنا في الولاعة ديالنا؟ ما عرفتش واش ممكن أننا نعينوا ناس اللي يكونوا مراقبين يديروا ضوء ديال الرقابة على التغريد، أنه ما يهربش على الواقع ولا المسائل اللي هي منطقية. والمسألة أنا كنلوح إشارات كما كيقول الناس صغير، وأنا كنقول كلامي وغادي في حالي، كنلوح إشارات لعل شي واحد يلتقط هاد الإشارات من الناس المسؤولين على القطاع، ناس ديال الجامعات والجمعيات وداكشي، أنه يلتقط هاد الإشارة ويدير واحد يدير شي 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 تفاعل مع هاد المسألة. فهم تفاعلوا مع هاد المسألة وحاولوا أنهم يجمعوا هاد الإسبان كهضرة، حاولوا يجمعوا واحد جميع الجمعيات وجميع العصاب وجميع الهوات والحكام بما في ذلك كما كيسميو بإسبانيا الكوليجيو ناسيونال دي خويسس، يعني الكوليج ناسيونال ديال الحكام، المدرسة الوطنية للحكام، جمعوهم وحاولوا يلقاو واحد الصيغه باش بنادم يزاول الهويه ديالو وهو مرتاح، يطر واحد لافيش واحد القانون التغريد اللي هو ناضي كما نقول. ولكن الاشكال اللي كان، وهذه كنلوم على الجامعه الاسبانيه، لان ما فيهاش واحد المنطقيه في التعامل، هما انه ملي بداو كيخدموا لافيش دقه 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 التجؤل، لماذا التجؤل؟ التصويت باش نقول واش هاد الاغروده فالابل ولا ماشي فالابل، واش الاغروده غديكرادا ولا ماشي غديكرادا،
واش هاد الاغروده غنحطوها في هاد الخانه ولا ما نحطوهاش في هاد الخانه. واش مثلا بيكوي اللي كنقول تشبلي واش غادي تبقى في اطار الكوبيه ولا غادي ديكرادا الكانتو كامبير. هاد المفاهيم هادي طرحوها التصويت. وبيان سور التصويت انا ماشي ضد الديمقراطيه الخوت، ولكن في بعض المجالات راه اهل الاختصاص هما اللي خصو ياخذوا الحسم. ما نقولوا عندنا حنا واحد المساله واحد المفهوم جميل جدا في الدين الاسلامي هو اهل الحل والعقد. اهل الحل والعقد عارفين شنو كاين، ولود الذكر عارفين شنو كاين، عارفين التغريد، عاشوا في الطبيعه وعارفين التغريد الكامبير وعارفين التغريد الكوبيه، هم اللي يقدروا يفتيو في هادشي. ولكن الاسبان تعرفوا الدول الاوروبيه ما عندنا ما نديروا بداكشي ديال هذا صويت ديمقراطيه، هادي كامبير وكامبير، هادي كوبيه كوبيه. هذا وتما الخو هكا خرج 2014، هكا خرج الكوديكو ديال 2014 اللي كنخدموا به حنا الان في المغرب بين قوسين. واخا كيتسوق اننا كنخدموا 2014، ولكن بعض المرات كنحسوا بالجامعات انهم كيخدموا معنا بالاندلس. وهاد القضيه بغيت توصلنا الى الاخوان اللي فاهمين مزيان، كما نقولوا الراسخون في العلم في غير التغريده الاسبان. ما عندناش مشكل لان حنا كنبقاو ناس تابعين لهذوك الاسبانيا، وانا تخبط ما عندناش مشكل، حنا كما نقولوا الغاسيل ديالنا غادي نغسلوه بيننا. فهذا هو بغيت نوضع الاخوان الخلاصه ديال كيف تم تشريع 2014 وكيفاش حنا تعاملنا معه والموقف ديالنا الان من 2014. شحال من واحد دابا انا غادي نسالي الفيديو ديالي هنايا، شحال من واحد غادي يقول مراد معرفت اش كيقصد من هذا الفيديو، اش كيقصد، حيت شنو مقاصد كثيره، واحد نقاط استفهام كثيره، لا على الطريقه ديال التصويت، لا على واش نتبعوا 2014 ولا تغريد الاندلسي ولا السابعة على الاستفاء. نخليها مفتوحة، هذا هو الطريقة ديالي في الحوار في الأولى على الخوتة. كنتكلم كنحط أطروحات، ودائما كنخلي الأسلحة ديالي عندي. شكون معكم واضح، شكون معكم واضح الخوت، كنخلي الأسلحة عندي وكل الهدف ديالي شنو هو، هو أنه الحوار يتفتح. راه ما كاينش مشكل، حنا بغينا نتعلموا انه كما كيكون حوار اجتماعي في السياسه في المدونه في الارث في داك التخربيق، حنا اننا يكون عندنا واحد الحوار اجتماعي ولاعي في المسائل اللي كتخصنا. وهذا مساله مشروعه، وكنظن بانه جميع الاخوان ديال الجمعيات والجامعات هذه المساله كيحبدوها، حيت طال الزمن او قصر الخوت خصنا نعولوا على راسنا. كما قلت قبيله عندنا واحد الوطن خطيره الخوت، المغاربه عندهم وطن خطيره. انا مشيت اسبانيون وشاركت مع اسبانيون وتكلاسيت مع اسبانيون وعاشرنا اسبانيون، ولكن تيقوا بيا الخوت بان حنا المغاربه واعرين الوطن ديالنا خطيره جدا. ناس عند المغاربه عندهم واحد الوطن اللي رقيقه جدا، كما نقولوا رقيقه بان الشاده والفاده ما تدوش عليها، وكنفهموا ما هو كوبي وما هو خلوي. هذاك ديك الشعره اللي كدوز عليها الاغروده تقدر تطيح الكامبيرو، تقدر تطيح الكوبي. هاد المغاربه كيفهموها حاسين بها، حنا كنحسوا وقتاش اغروده كتمشي للكوبي وقتاش كطيح الكامبيرو، واخا تكون ديزا من وسط ديك الشعره. نتمنى تكون فهمتوني الاخوان. هذا موضوع تفاعلا مع بعض الردود وما بعض لي كومونتير، وتحيه للاخوان جميعا اللي تفاعلوا مع الاطروحات هذه. تحيه اولا اخ مجيد ربوح مدرسه مازاكا، كنحيي من المنبر وكندعو انه يبقى كما قال الحوار مفتوح، انه يتفاعل معنا ونشوف هذا النطاق هذا. تحيه للاخ الصديق ديالنا الشاب ديالنا المولوع ديالنا السي رشيد حدومي اللي كنحترمو، فيه واحد المشاكسة ديال الشباب، ولكن ما عندناش مشكل، كان عزيز علينا
وهادشي اللي بغينا، كنبغيو الشباب لا جينيراسيوني من بعدنا انهم يشدوا شد ليا القطع عليك باش واكين كلشي هادشي الخوت باش تفهم واش حس النيه، واننا ما بغينا حتى واحد ما يستعرض العضلات ديالو على الاخر. راه الا لمستو بانه هذا الفيديو هذا فيه استعراض العضلات فبلا ما تفعلوا معايا، فانا كنشارككم بالتجربه ديالي والعرف ديالي. الحمد لله راكبنا واحد التجربه كما نقولوا ما يمكنش اننا ما نشاركوهاش معكم. فتحيه عاليه للاخوان، تبارك الله عليكم، السلام عليكم.